مدينة عين ماضي بولاية الأغواط، معقل التيجانية ومريدي هذه الطريقة. تأسست الطريقة التيجانية على يد سيدي أحمد التيجاني سنة 1782 ببوسمغون البيض، لتصبح منهاجا يتبعه حوالي 350 مليون مريد عبر العالم. لهذه الطريقة أهداف خدمة للمجتمع والأمة، قصد خلق جو من التسامح والتكافل والوسطية. طريقة التيجاني أهدافها كما قال الرجل باينة، أمور تاع دين، نصائح لإخواننا كما قال الرجل المريدين وغير المريدين، التآخي ما بين الناس، فتح الأبواب للإنسان، كل زائر شتى تيجاني ولا غير تيجاني، دورها نتاع قال لك الإنسان المؤمن هو المرآة نتاع أخيه، ننصح بعضنا فيما قال الله وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدور نتاعها تاع التيجانيين، تربية الأيتام، تعليم القرآن، إصلاح بين الناس، إطعام الطعام، هذا هو الدور نتاعها. ليؤكد شيخ الطريقة على أن التيجانية ليس لديها اعتبارات سياسية. احنا السياسة، كل السياسة نجتنبوها ونبعدها مهما كان ظروفها وما ندروش بها، بصح كي تجي في الوطنية وكي تجي في التآخي ما بين المسلم والمسلم ندخلوا. هذه روح انتخب على قدور وعلى الجيلالي وعلى الأخضر، وهذه خاطيتنا وما نوصوا حتى على واحد. الشعب الجزائري هو الحكم، وهو اللي شتى اللي خرجوا في الانتخابات، شتى في الرياسيات والله في المجلس الوطني والله في التشريعيات والله في البلديات، هذه ما ندخلوش فيها. أما ندخل كمسلم، ندخل كوطني جزائري مع خويا الجزائري، ننصحه في وجه الله، نقول له أودي ها وش قال الإسلام، ها وش قال الله، ها وش قال رسول الله، هذه هي. أما السياسة من بعدها كل البعد. تصادف تواجدنا بالمنطقة حضورنا وليمة المعروف التي تقيمها الزاوية التيجانية كتعبير عن التضامن بين أفراد المجتمع الواحد، فهي عادة تتزامن وشهر رجب الهجري. لننتقل إلى مسجد الزاوية التيجانية بعين ماضي، فنجد جوا من الأخوة والتلاحم بين الزوار من مختلف الدول الإفريقية، تلتقي ألسنتهم في التسبيح والذكر والاستغفار. انتهزنا الفرصة من أجل معرفة حقيقة الاختلاف حول مهد التيجانية، فطرحنا السؤال على أتباع هذه الطريقة. الحقيقة هذه الطريقة أصلها هي الجزائر، لأن الشيخ رضي الله تعالى عنه ولد هنا وأسس وتأبد ربه حتى وجد هذه الخير في هذه الأرض بفضل الله وكرمه، ثم بعد ذلك انتقل إلى المغرب، ولكن كل ذلك لا يبطل، لأنه قد وجد حقيقة الأمر في هذه الأرض. أصل هذه الطريقة هنا في الجزائر، لأن أصله في أبي سمقون، ولذلك كوننا هنا في البلاد زرنا حتى أبي سمقون، ومحل الذي كان أخذ فيه الشيخ تيجاني ألتقى برسول الله وأخذ في طريقة التيجانية، ثم بعد ذلك انتقل إلى المغرب وتوطن هنالك، ولما توطن هنالك عاص هنالك حتى رجع إلى مولاه. نحن وراء شيخ طريقة التيجانية شيخ سيد علي، وكل ما كان هو فيه ونحن فيه، وكل ما كان ليس فيه نحن بعيد عن ذلك.